problem 2 من first exam October 2022 will a rock thrown vertically upward from the roof of a 36 meter tall building and point A على الرسم will with an initial speed of 12 meter per second. اداني ان الروك ثرون يعني موجود عندنا في نوت غير دروبت وغير ريليزد upward يعني الفي نوت بوزيتيف 36 متر ده ارتفاع المبنى ده دي واي لو نزلنا لغاية الجراوند initial speed الفي نوت ب 12 متر بير سكند وطالب find the time takes the rock to reach its maximum height يعني الفاينل فيلوستي بزيرو لما يقول لي maximum height يعني سرعته انعدمت خلاص find the velocity of the rock at point C عايز الـ velocity مش الـ speed يعني ممكن تكون positive ممكن تكون negative حسب هي صاعدة ولا نازلة located 10 meter above ground 10 meter هنا طب نكتب معلومات اللي عندنا الـ V note 12 متر بير سكند وبوزيتيف لانها ابورد الاكسلريشن دايما في الفري فولينج نيجاتيف 9.8 متر بير سكند سكوير طالب التايم عند البي يعني الفاينل فيلوستي بزيرو وطالب الفيلوستي عند سي يعني الدي واي نقدر نحسبها كل المبنى 36 متر وفي 10 متر من الارض يبقى الباقي 26 متر هينزلهم يعني الدي واي هتكون نيجاتيف نحط القوانين قدامنا ونختار اللي يناسبنا بحيث نجيب المطلوب مباشره طالب التايم للوصول لاقصى ارتفاع فالبارت A هقول ان احنا عايزين تايم وعندنا initial velocity وعندنا acceleration وfinal velocity مش مطلوب الدي واي مش مطلوب اقصى ارتفاع نبعد عن كل القوانين اللي فيها دي واي نبعد عن الثاني والثالث والرابع الاول ما فيهوش دي واي نستخدمه جميل وهيدينا المطلوب مباشرة الفاينل velocity initial velocity plus a في t الفاينل velocity 0 at maximum height الانيشيال ب 12 الـ A بنيجاتيف 9.8 في تي إذن 9.8 تي جبتها ليفت سايد إيكوالز 12 اقسم البوث سايدز على 9.8 إذن التي إيكوالز 1.2 سكندز في البارت بي طالب الفيلوستي ات بوينت سي وهو نازل يعني هتكون نيجاتيف احنا عايزين الفاينل فيلوستي نبدا من الاول عندنا الانيشيال فيلوستي وعندنا الاكسلريشن وعندنا الدي واي اللي هي نيجاتيف 26 وعايزين الفاينل فيلوستي مش طالب تايم ابعد عن كل القوانين اللي فيها تايم ابعد عن الاول والثالث والرابع يصفى لنا الثاني نقول ان في سكوير ايكوالز احنا عايزين الفي في نوت سكوير بلس 2 اي دي واي مطلوبة الفاينل فيلوستي الفي نوت ب 12 سكوير بلس 2 نيجاتيف 9.8 في نيجاتيف 26 نحسب كل الرايت سايد وناخد الجذر التربيعي يطلع ما ننساش بوزيتيف او نيجاتيف 25.6 متر بير سكند احنا عايزين فيلوستي مش سبيد اذا الفي ايكوالز نيجاتيف 5.6 متر بير سكند ليه اخترت النيجاتيف مش البوزيتيف لانه نازل لو كان صعب كنت اخترت البوزيتيف